فضيلة الشيخ عطية صقر، بعد أن تحدثنا في أمور الطهارة والاستعداد للصلاة، لابد قبل أن ندخل إلى الصلاة أن نتكلم عن الأذان. فما معنى الأذان؟ وهل كان الأذان وحيا من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان اجتهادا من بعض الصحابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الأذان في اللغة معناه الإعلام، وفي الشرع معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة. والأذان واجب أو مندوب، وهو شعار لإسلام المؤذن وللبلد الذي يؤذن فيه. وكان من هدي الرسول وأصحابه في الغزو أنهم إذا سمعوا أذانا في قوم لا يغيرون عليهم، كما رواه البخاري. لقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وسببه كما قال البخاري وأحمد أن عبد الله بن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون للصلاة، أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا أي نفيرا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وجاء في حديث رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، جاء أن عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا يحمل ناقوسا في يده، فطلب منه أن يبيعه له ليدعو به إلى الصلاة، فدله على خير منه، وهو صيغة الأذان المعروفة. فلما أصبح عبد الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. ففعل ما أمر به الرسول وأذن بلال. فلما سمع عمر بذلك وهو في بيته خرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فالأذان إلهام من الله لبعض الصحابة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم كما أقره رب العزة، فكان مشروعا من الله والرسول، ولم يكن اجتهادا من الصحابة أو اقتراحا، فقد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.